مشاهدينا الكرام، أسعد الله مساءكم، أهلا وسهلا بكم في هذا الوثائق الجديد من السلسلة لا كازا ديال سبور. عدد اليوم سيكون مخصص للاعب تحدى الصعاب والعقبات من أجل تحقيق حلم طفولته. بدأ مشواره الكروي من مسقط رأسه، أين تحصل مع أولمبي شلف على أول بطولة محترفة. قبل أن يخوض تجربة احترافية تكللت بالعديد من الألقاب الفردية والجماعية. مشواره في المنتخب أيضا كان مميزا باعتباره واحد من أبرز الهدافين في تاريخ المنتخب. نعم، إنه هلال عربي سوداني. ستكتشفون في هذا الوثائق المثير قصة نجاح هذا اللاعب، تابعوا معنا. السلام عليكم، نشكركم أخ عمر وأخ زهير على هذا الوثائق اللي حيديروا عليا. صامي في إنمو بليزير، ان شاء الله نفوتوا الوقت احسن ان شاء الله. صراحه انا كره قدم بالنسبه لي اكثر من مجرد لعبه، بدون فلوس بدون اموال بدون ولا شيء. انا نحب كره قدم. انا لحد الان نقدر نشوف 7-8-10 مقابلات في النهار، ما عنديش مشكل. نحب كثير كره قدم. انا ملي كنت صغير كنت نبغي كره قدم. هلال بدا نقول كي يقلع يقيس رجليه بدا يلعب، كان مازال بلاكوش يلعب البال. وني عقله كنا في لا سويس، كنا عند عمو، كي بدا يمشي دخلنا المكازان باش نشرو لي جوي. مرت عمو دخلت قالت لي نشرو جوي للهلال، بالخص هي اللي سماتو هلال. كي دخلنا كامل دوك لي جوي باش يشوف روح ديريكت ابتي بالون، جابتك رفد داك البالون ورفدو. خزرتني قالت لي خليه متنحي، بغيت نحيه له قالت لي خليه له. خليت له داك البالون تاعو، دينا للدار. شوف غير دخلنا للدار بدا يلعب. هذه مرت عموج قالت لي الله يرحمها، قالت لي هذا يخرج لك جواغ دو فوت. كان صغير قالت لي اني نقول لك. إلا كان صغير اللي تدو من صغر كان يطلع في السكاليات في السطح ويجونغلي وجونغلاج يهود يمشي مهود في لي مارش ويجونغلي. خطره قاعد عند الدار سبحان الله زهر. ذاك الوقت كنا صغار كنا نلعبوا البي، شتو ذاك البي هذاك؟ عند دارنا كان داير حافرين ترو ونلعبوا. هيا فات جاري عبد القاح الطابي الله يذكره على خير زهر. انا كنت اونغانيزي لي ماتش، ندير لي تورنوا، ندير الاخر هكذا ونشوف نلاحظ لي جوار نتبع. هو اكتشفته هنا في الحي عروج في الشارع هذا في الكارتي هذا. شفت عنده موهبه مليحه. قال لي هلال نوطرينا احمد بكراري، قلنا باللي على بالي في الكارتي تاعكم، حنا في الكارتي مسكنوز مستي عروج. سما الكارتي تاعنا معروف، كاين لي جوار اللي يلعبوا الفولي، كاين لي جوار اللي الكارتي تاعنا خرج بزاف لي جوار. شفنا عنده موهبة، عنده مهارات. اتصلوا بيا تاع الفريق أولمبي جلف، المسؤولين المدربين، اتصلت معهم وراح مشى عند المدرب. جا لي عمي عبد القاه قال لي هلال واش رايك الاثنين نحشيه تروح. شفت هكا قلت لا نروح على ربي. صراحة والله رحت. السلام عليكم. مع أحمد بكراري أو المدرب تاعي الأول. قلت له عبد القاح الطابي هو اللي بعثنا عندك. قال لي صح وليدي. قال لي شا تلعب أنت؟ صراحة والله ما قلت أنا غوشي والماركي، بس ما على باليش أنا شا تلعب أعطاك ولا أيا. قال لي ما نروح أغوش. ذاك العام 98 99
درنا اون سيليكسيون تاع 15 جور في الستاد تاع بومزراك. الشيخ مروان كان هو المدرب الرئيسي، ولي الشيخ نحيوه بالمناسبه وتعلمنا كثير معه، الشيخ مروان مكريطار. هلال السوداني اسمو مولاي سي بريزونتي افيك ان اوتر جوار هو زهير مشتا. دخلنا هكذا لعبنا لاكسيون الاولى ماركيت حسيت كيما دور كيما يقولوا نقولوا بكري ماركيت بالصبع ماركيتها بالصبع عاود ترجع شافني قال لي خلاص انت خرج خلاص كما ما جبين ضيع وقتي نشوفك خلاص ريح ودي الديبار الى في لا ديفيرونس دونك جو بونس كو لا ترويزيام جورني ديجا اي تي بورتي دون لا ليست دونك نجمو نقولوا بلي سي اسمو مولا كي لا كومونسي ولا كي لا سيني سا بريمير ليسونس في لاي سوشيال هذه هي البدايه تاعو. كنا واقيلا 41 طفل صغير طلعونا للتريبيون خلاص دوكا باش يختار. انت صحيت انت صحيت انت صحيت انت صحيت انت صحيت بقينا حنايا 21 طفل صغير هكا قاعدين هكا قلنا انتم ما شاء الله جيب النكوه زوج تصاوير وشحال تلبس حاشك في الباسكت باش يجيبونا السوليات اسما خلاص ماكش واش شدونا انكم لغد ما شاء الله تبتجوا. يجري فرحان قال ماما الشيخ قال لي جيب كوارتك وجيب الوقت على الطبيب وجيب كيف تجيب باباك ماهوش هنا كيف قال لي لازم عندي يومين ديري تاعي لازم هكذا كيف ندير يا ربي كيف ندير رحت قلت له معي ساعفتو قلت له تقرا هي لازم تقرا عندك سيزيام عندك لازم توجد روحك للسيزيام هذه والله يا ماما قال لي لا نقرا خليني نلعب والله لا قريت نقرا قلت له صح الحجه قلت لها الحجه هذا القراية ما يقرالكش قلت له راه ما يقراليش اللي باغي يخرج طبيب تعني نقول لك قلت له خبر يجيبوه توال دروك هو من القرايه كي يرجع للدار خلاص يعني هذاك الوقت لازم تدخل للدار تريح ومن بعد عاد تزيد تقرا وي هو كان يحب يروح لونطريمون كيفاش ندير كيفاش يدير صابي كومبليسيتي مع اختي الصغيره كبيره هذاك الوقت كانت تدير له الصوالح تاعو تاع لونطريمون وترميهم له من الفوق من لا تيراس هو يروح هذه تاع الصاك هذه واعره لا هذه كنت صغير انا الوالده كانت لازم تقول لي تروح تقرا ما غالبا انا كنت نبغي بزاف الفوتبول تسمى ما كاش كيفاه كان نلعبوا مباريات بالجمعه هذاك الوقت كان الويكاند خميس والجمعه تسمى احيانا كنا نلعبوا بالجمعه غدا من ذاك تقرا احيانا مشكله فاهم صراحه انا والله ما كنت عندنا مباراه مع مولوديه الجزائر راني حاصيها ما قدرتش ننسى هذا المومو هذا والله العظيم الوالده قالت لي ما تروحش تلعب تسمى معنا امبوسيبل ما نروحش نلعب تسمى كراسي شويه يابس شويه والله لا رميت الكابه من فوق انا والاخت تاعي هي اللي ساعدتني رميت الكابه وخرجت من الكراج هكا من تحت ورحت لعبت وسجلت وجيت صديت هراوه في الدار معليش المهم تستهل علي هذه الهراوه ماشي مشكل المهم سجلت ولعبت ما خليتهاش في قلبي كانت كاينه حاجه فان هلال من الدراسه كي يروح ليزونطريمون كان كما نقولوا هنا كان يروح للفيرم للاستاد يروح نقولوا ستوب ولا لاسكيس حنا نقولوا هذه لاسكيس ما يستسك في السياره ويروح له كان مغامرتك عنده مغامرة هلال كما يقول لك سي فري صح هلال من كان صغير صار خدم بوصل هذا البلاصه اللي راه فيها هو والحمد لله كما تعبوا ما راحش باطل وصل في المكان اللي راه فيها ما شاء الله كي طلع الليسي كي كان عنده 17 طلعوه سينيور هذاك هو فما ما كانش يقدر باسكو كانوا يونترينيو مع الصباح دي فوا الصباح والعشيه فما خلاص جا للدار ديجا قال لها عجوز قال لها راني طلعت سينيور دروكا طلعوني ما نقدرش دوك نروح الصباح نقرا في الليسي وبعد نونتريني مي سا في با دير كي بحال ما كانش يقرا مليح نو كان يقرا مليح يلافي دي بون نوت من قبل سيرتو كي كان في سيام
وكيطلع كيما نقولوا الى يو دي مال باه يفوت للليسي فات فاصون فات طلع للليسي مي لا يو دي مال مي في في هذاك لو مومون فاصون جو بونس كو ميم هو دون سا تيت بحال اي ليتي بوكو بلو فوت ك لي زيتود اي ليتي برانشي بوكو بلو فوت ك لي زيتود. كيبدا الراس تاع الاخر اللي خاصني تقول لها انا ما نسيتش نقرا قلت ما تقراش هي قالت لي قال ما نقراش قلت له تقرا بالسيفه عليك لا صح نشوفوها جيت انايا قالت لي انت شاكيت قلت لها ما بغاش يقرا ما بغاش يقرا الا ربي بغى الموهبه تاع الفوتبول يقعد في الفوتبول ورا المشكل لا لا قلت لي لا لا قلت لا لا قلت لي معاه قلت غير القرايه اللي ما نفهموش عليها قال لي ما نقدرش قال لي ماما انا باغي نروح نلعب معاهم كيفاه وديك قلت له معليش بصح قال لي نقول لك حاجه نوعدك يا ماما قالها لي نوعدك ننجح في هذه الحاجه اللي انا باغيها قلت له خلاص كي وعدتني ربي يوفقك روح وليدي. صراحة كنا نضربوا في عند البوان عند الكورنر حنا كنا نطرينو فمك مكانش عندنا مكانش امكانيات مكان ولا شيء احيانا يترنا شويه حنا نترينو حنا كان يترينو تاع لي جينيور كان يترينو تاع الفيرم لان يعني الفيرم عندهم فريق تاعهم فيرم صراحه حنا كان مدربين هذوك اللي كانوا معنا بارك الله فيهم كان يعطونا الامكانيات اللي يقدروا عليها مساكين على على, على طاقتهم تقدر تسقسيهم يقول لك لا ميم شوز. كنا لما نتنقلوا تكون عندنا مباراه ونجوا للعاصمه نلعبوا امام مدير الجزائر ولا في الصين في الاساغي نتكلم 15 سنه كنا نتكلموا دائما يقول لي يعني اذا يجي نهار نلعبوا يعني في المنتخب ولا نكونوا اللاعبين معروفين ولا نقولوا هذا مجرد حلم ابقى تحلم لكن في الحقيقه نظن انه في بعض الاحيان انه الامنيه تدخل من جانب الدعاء. كي كان صغير كان لو غاف تاعو تاع واش يدير يجيب لي ورقه يسني لي يسني يقول لي شوفي ماما اللي سنيت مع هذيك البلاد بازم سمو يقول لي اني سميت مع هذيك الشركه الفلانيه على بالك واش كان متمني واش كان يدير ربي يوفقه شفت دفون تفكروا شي صوالح قعد دي كان متمنيهم ربي يكملهم. كما كنت تشوفوا في لي رابور تاع ذاك الوقت هلال سيتي ان اتاكون كي لافي كيك شوز افيك لي بوت ديجا كيف نقولوا يعرف يتموقع يسونتي لاكسيون دايور اون ترافاي بوكو بلوس سو لو كوتي اوفنسيف دون لي كومبينيزون في لي زونترينمون دونك il était très discipliné tactiquement. كانت عنده الرشاقة الخفة الدريب كل شيء كان عنده كان متكامل كان صغير هو يشبه العمو عنده عمو محمد عايش في سويسرا هذا الوقت كان فان لاعب سابق كان لاعب في شلف هلالي لافي ان تري بون جو تيت باه نرجعوا شويه للوراء قبل ما يلعب كرة قدم هي يلعب كرة طائرة نظن بالك في السيليكسيون تاع البوك في ذاك الوقت لعب كرة طائرة بالك عاونته انتو كي لافي اون تري بون ديتونت بوكو بليس من الكادي من الكادي كنا نروح انا والشيخ شاك ديبلاسمون نروحو كان يروحو معانا واحد دو زوتر بارون اه انا صطاد ما نخطيش يا خويا صطاد كنا مهني ونهني ربي ديبلاسمون اه صطاد من غير كنت مام نشري لي فردو تاع الماء ونعطيهم لي جوار بور لي زونكوراج انا كنت عندي بلاص يا خويا معاه والو انا كي بدا هي عنده ماتش انا ما تعرفنيش وما نهضر مع لونترينر والو
نقعد نقبض في لي تريبين وني قاعد وني نشوف كي كمل البارطيه ويجيو كاع قولوا هلال ها شدت فوت ها شدت فوت ها جو لو كوريج يقول لي ايه ابي كان ياخذ الراي ما وين وين نلعبوا حميدات راه كاين وين رحنا حميدات حاضر يا فيت فاسون كان هو كان حبار كان شاقوري كان نياطي سيتي دي بارون وين وين يروحوا وين كان الفريق كانوا يتبعوا في ذاك المومو هذاك كيف نقول لك حميدات حميدات كان صديق هلال السوداني ما كانش الاب تاعو في ذاك الوقت هذاك كان صديقه فان كان مأمن بالابن تاعو انا عندي كوبا جيري مينيم كوبا جيري جونيور شامبيون دالجيري خسرنا فينا الخطره تاع البلاي اوف مع سي ار بي عندي 4 5 تيتر في ليجان برك بلا الاخرين اللي كانوا قبلي وبلا اللي جاوا بعدين كما حنا خلاص كنا سينيور صراحه فريق اولمبيش فريق خزان بالمواهب هلال السوداني فات على المدرب بكراري فات على المدرب مكريطار فات على المدرب الشيخ سعيد حجي الله يرحمه لا يوم مينيم فات على الشيخ فيصل عباس موسى الله يرحمهم وسي سيتي دي بون تكنيسيان جو بونس كو شاك بيرسون ا ابورتي سا توش بور كو اون افينيس سون كورسوس دو فورماسيون الحاجه اللي كانت هو اللي كانت ساعدته بالبزاف وين هذاك لو مومون اللي طلعت انا ونيكيب سينيور سي بور سا اللي كانوا 4 جوار و 5 جوار لما طلعت انا ونيكيب سينيور كان هذو اللاعبين لازم يكونوا في باش يستحقوا المكانه تاعهم في القسم الوطني الاول هذه هي الحاجه اللي ساعدته سي بشويه نظن باللي في الجونيور دارها كاع مع بشويه سي اون كاتيجوري سنسيبل دونك du moment qu'il a su passer avec la catégorie pour accéder à la catégorie senior ça veut dire que l'éducateur a réussi son challenge donc وصل اللاعب تاعو للفريق الاكبر رحنا لعبنا في شبيبه القبائل كان مع الشيخ بشويه الشيخ محمد هذاك النهار ما رقدتش بالفرحه هو ماما غدوه راني مكوفوكي وانا رايحين نلعب والله ما شفت الماتش تاعو الاول والله ما شبيبه القبائل لعبنا في شبيبه القبائل ايا كي دخلنا الفيستير سما ذاك الوقت كان كل واحد النيميرو تاعو جان كي يطلع صافي نورمال اللاعبين سينيور هما اللي يختاروا الارقام بقاو ارقام بقى رقم 17 بقى رقم مانيش حاصل على الارقام وبقى في قسم رقم 2 في الاخر النيميرو 2 هذا كان فارغ كنت انا وواحد سموه قطاوي هذاك هو العام اللي طلعونا انا وياه الشيخ بشوية جا قال له اعطي الهلال 2 واعطي القطاوي 7 وانا رحت عند عمي محمد الله يرحمه هذاك الوقت اللي كان قاد ماتيريال تاع عمي محمد الله يرحمه رحت لي هكذا قلت له عمي محمد خاطرني نيميرو 2 قلت له انا مانيش اريير دروا شوف لي نيميرو واحد اخر الشيخ بشوية شافني قال لي روح قلت له هذا هو اللي تروح به الفريق الوطني هذا هو اللي تروح به لاوروبا خسر فيه خسر في قال لي الشيخ هذا هو النيميرو اللي كاع ما ثم هذا هو اللي تلعب به قال لي هذا هو النهاية قصة تاع رقم 2 قال لي قلت لك ادي النيميرو 2 ادي 2 قلت له الشيخ كيما النيميرو 2 هذا الشيخ انا ديفونسور قال لي نقول لك ادي النيميرو 2 زعفت قاعد نقول كيف انا لابس النيميرو 2 وانا صغير نلعبو دوزيام ايتون دخلت ماركيت خسرنا دو هذاك الوقت كانت لا غروند ايكيب تاع جياسكا ماركيت كي كمل الماتش ما خسرنا شيء جا لي الشيخ من شويه قال لي قلت لك دي النيميرو دو بريمي بي تاعك ماركيتو مع لي سينيور خلي النيميرو قال لي اذا ان شاء الله يخرج عليك ان شاء الله مربوح عليك من فمك بدات القصه تاع النيميرو دو وين في لافان جا لي قال لي هذا هو النيميرو اللي نقعد به باذن الله وين مشى في ليكيب ناسيونال حتى في ليكيب ناسيونال وين هذاك الرقم كان يديرو بوكرا وين تلاقات معاه قال له تكلم مع بوكرا باش يعطي له النيميرو قال له مستحيل هذا رجعت هذه رجعت القصه تاع النيميرو دو هذو الفرق كل لاعبين اللي يجي حوس يدير له النيميرو دو هذا هو السر تاعها من فمك ما خلاص رحت مشيت قلت لهم والله غير النيميرو دو اللي نديه لكن ترجع الكره السوداني مره اخرى هجوم
والحارس فرجي الكرة يون سين انتلق ويرد دافخينس وداري سيفوس من علي حجي خطيرة هذه الكرة سوداني سوداني راح يسدد وأول هدف. يعني كي تشوف هلال بلك 2010 2011 كي تشوف هذا اللاعب تستمتع يعني بالخصوص العام تاع الشامبيونه 2010 2011 يعني تشوف ليكيب كانت مليحه تاع لايسو تحصلت على اول بطوله محترفه تشوف انه تقول انه هذا اللاعب بلاصته ماهيش في البطوله المحترفه انا ذاك تقول انه عنده بلاصه يقدر يلعب في دوريات الاوروبيه بلك الخمسه الكبرى اكيد هذه شوف لما جمعيه الشلف كانت عندها يعني نقولوا ركيزه كان عندهم لاعبين ممتازين الوقت هذاك الطموح تاع كان جمعيه الشلف هو التتويج باللقب وحصلوا عليه ومن بين هذا الشيء كان هلال السوداني افضل هداف في البطوله انا كنت عارف بلي هذاك راح يكون الموسم الاخير تاعي في الجزائر كنت عارف كانت اول بطوله محترفه الحمد لله ديت هدف بطوله احسن لاعب في البطوله الحمد لله يا ربي نظن بلي خدمت كثير انا كانت عندي اوبجيكتيف واحد باش نخرج من الجزائر هذاك هو الاوبجيكتيف تاعي اللي كان عندي تلقيت بزاف عروض انا من الجزائر كثير ما قلت لا باموال كبيره انا ما انا في حياتي ما خمت على الاموال صراحه قلت انا سي الحاجه الاولى لان نكون فرحان بالحاجه اللي نديرها عندي اوبجيكتيف لازم نحقه الحمد لله يا ربي حققت الاوبجيكتيف تاعي ونشكر فريق اولمبي شلف هو اللي بين لي كان عنده ان اوبجيكتيف ليترونجي هذا هو الاوبجيكتيف تاعو سيتي ليترونجي هذا هو الاوبجيكتيف تاعو ليترونجي ويخدم سيريو سيتي با في ذاك الوقت ما كانوش لعابه من البطوله الجزائريه روحوا محترفين السوداني لا يوجد اكسكلوزيفيتي وذاك الوقت في 2011 ما كانش كاين لي ريزو سوسيو بزاف ماشي كيما الان اي واحد تك يروح سهل هذاك الوقت ما كانش لاعبين يخرجوا كثير من البطوله الجزائريه كيف في اسبانيا فاكوس عند صاحبو بعد عيط لي في التليفون قال لي ماما غد وراني جاي بصح راني رايح البرتغال بصح قلت له كيفاش تجي غدوه تجي اليوم وتروح كيفاه قال لي وجاني عرض من فما وراني رايح لازمني نروح سيتي لو برومي جور تاع رمضان اكفاموش بور كونتراتار يشت بونتا دلانسا عبد الكريم مدور واش نقدر نقول لك عبد الكريم مدور سي بور مو سي باب مون بريزيدون نقدر نقول لك صاحبي نقدر نقول لك والي تاعي نقدر نقول لك نقدر نقول بزاف صوالح عليه اون فات هو مساهم بنسبه كبيره في النجاح تاعي في التجربه تاعي الاحترافيه صراحه الحاج مدور سي هو اللي راح معايا نقل معايا خصيصا من الشلف للبرتغال هو اللي كان واقف على اي صغيره وكبيره وحاجه ما نقدرش ننساها باسكو لا بليبار لي بريزيدون ينيغوسو الاولى على لي كيزيكي تاعهم باش يخمم على الجوار تاعو يبان مدوار سي با لا ميم شوز يبان مدوار دي خطره كي رحنا قال له تفاهم مع اللاعب قبل كي تفاهم معاه انا سهل سما باش يسهل لي كلش كل الظروف وسهل لي الظروف نشكره من هذا المنبر نقول له بارك الله فيك انت راك ساهمت بجزء ممكن بالك جزء كبير لحد الان ما زلت نهضر معاه لحد الان ما زلت نشاوره في اي خطره اتجاهات ولا اي حاجه اي لحد الان تقدر تساله يقول لك لحد الان ما زلت نقدر نشاوره صراحه شخصيه مهمه في حياتي أول مرة نخرج من الدار مي سهلة في عمري 22 سنة 23 سنة أول مرة نخرج من العائلة إجا هذا أنا أوبستاكل أنا صغير وفي رمضان ثم تجربة احترافية والبرتغال كرة لفرنسا ولا معليش اللغة ولا تقدر تنشنش معها مي المشكل البرتغال لغة جديدة ثقافة جديدة أنت صغير إلا يسمو أنا فهم عرفت بلي هنا الوليدي
ما خافش عليا، مكاش اللي مكاش مكاش اللي راعيه فما راه عقله، راه عقله هو اللي يمشيه شويه. لادابتاسيون تاعي ما كانتش على اوتير، سما ناحيتي كاع نفطر طون تحبس بالون تروح للتيران شباب تلفت لي صراحه. كان عندي الوقت قلت انا بيني وبين نفسي ما لعبتش كثير، صح خمنت باش نغادر، بعد انا دائما يجيني هذاك تكون عندي واحد الحاجه في راسي اللي ما نقدرش، انا لازم كي نديرها نديرها لازم. قلت انا في راسي والله ما نروح، احنا نلعب وهنا نبين، سما الا رحت اني فاشل، هذه نخمها في راسي. سما قلت الا رحت انا فاشل، سما جيت هنا ما عاد يقول لك بلي يا ايلان ما عندوش النيفو، جا بطوله جزائريه والجزائريين ما عندهمش النيفو، النيفو تاعو ناقص معنا، ما قدرش يتضبط ما قدرش يلعب منه. قلت انا غير هنا اللي نلعب. المنعرج تاعو انه لما راح الاحتراف الفريق قيمارش يعني كمل في نفس الوتيره في نفس العمل حتى انه تحصل في الموسم الاول على لقب ثاني افضل هداف في البطوله البرتغاليه وعلى كاس البرتغال امام بنفيكا، هو كان مسجل الهدف في النهائي. اي تري بون بالون دون لانترفال بور سوداني، لابيل دو بال اكسيلون ايغالمون تاع لاكوب تاع البرتغال. هاني نقول لك اي لا بيرسي بوركوا باسكو لي سيريو، والديه راضين عليه، احنا راضين عليه. هذا شرف وشي يحسب له كلاعب، انا من البطوله ما عندهاش مستوى كثير البطوله الجزائريه، راح المستوى اوروبي ففرض نفسه، هذا شيء ايجابي بالنسبه له. Il a beaucoup progressé. Il a beaucoup progressé surtout qu'il a la Croatie. Ça se voyait tout de suite de toute façon, même je pense tactiquement il était beaucoup plus discipliné. زغرب كي تقول زغرب تنجم تقول الولايه البلد الثاني البلد الثاني الولايه الثانيه الهلال بعد شلف. هو المسير تاعو كان في شلف ومن بعد زغرب زاد كشغل نجح فيها. يعني عنده محبه خاصه لهذيك البلاد والناس فما بزاف 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 يبغوه. يبغوه بزاف وحد الان اللي يخرج في كامل يعرفه. حتى انا كانت لي فرصه وين ريحت معاه وعشت مع بالك حتى في كرواتيا، تشوف هذاك الحب اللي تلتمسوا مع عند الشعب الكرواتي الهلال، في البرتغال كذلك، في السعوديه وين راه يلعب دروك، يعني هذا مفخره. بصراحة أنا قلت ماكسيموم ندير عامين فيماك، سبحان الله قعدت خمس سنين ما سبحان الله ما نقدرش نفهمك الشعور تاعي كي نتكلم على دينامو ولا صراحة. ملي خرجت البرتغال عقليتي تبدلت، خلاص المستوى تاعي طور، عقليتي خلاص دوكا مانيش خلاص، زعما دوكا اني في باركور بروفيسيونيل، كومبورتمون تاعي يتبدل بزاف، صوالح تبدلوا فيا. الور لا لا لونغ تي ميتريس با لا لونغ، و ا ليبوك با يبارل انجلي انجلي فرونسي وتعلم البرتغي، يا دار كورامو ما نجبدوش الفرنسي والعربية هذوك خلوها كوتي، أونجلي كروات بورتوغي وإسبانيول. باي باي. يهدر لك يهدر لك الكروات تاع زبزات فهم. فهم يجي دعوة الخير. وين يسيب؟ وندعو له إن شاء الله ربي يبعد عليه ولا تحرم الظلام. هذا هو. في زغرب الناس كامل تتكلم على سوداني في هذاك الوقت، كانوا يلعبوا لا ليغ دي شامبيون، تلعب انت يا رابطه ابطال اوروبا وتسجل في رابطه ابطال اوروبا، ماشي نابورت كال جوار اللي يقدر يديرها. انا كي لعب تشامبيونز ليغ نهضر لك على هلال اللي كان في شلف، ما كانش عندنا احنا باش نتفرج تشامبيونز ليغ، ما
دابا على خويا حنا كنا نحكموا ديمو بالفرشيطه ملور السبب بلا اربعه نفرجوا كما كان يديرونا بالاربعاء هذيك تاع ثلاثه ولا الاربعاء يدير لك ماتش ما عندناش ما تشوفش ليماجينات تشوفها مخربشه تسمى غير حافظ الدراجي يعلق تسمى ايماجيني روحي يا دنيا روحي دي حتى تروحي للاف شامبيونز ليغ انايا تسمى حاجه بور مو حاجه كبيره انا اخويا انا بالنسبه لي وبالنسبه للعائله تاعي باسكو واحد ما كانش على باله غير ابي برك اللي قلت لي بوي قلت له النهار ان شاء الله تفرج علينا نلعب شامبيونز ليغ قال لي ضحك كان يضحكوا عليا كنت نقول لهم والله اللي يضحكوا عليا يقول لك هذا مهبول هذا وين لعب شامبيونز ليغ قلت لهم انا النهار نلعب شامبيونز ليغ ان شاء الله ولعبتها كل حاجه واش سبحان الله مكتوب تقول شفت انايا عباك ديفا نرقد عباك نشوف نشوف باركور تاعي اقسم بالله نشوف باركور تاعي هكذا شكون شفتو هذه نهضر لك على قبل لحظه اني عايشه من الان اني نقول عباك هذه لاكسيون اني شايفها اني شايفها ما على باليش بصح ننسى وين شفتها كاع واش حلمت الحمد لله ربي عطاني لحد الان نلتقي مع نكذبش عليك خاطر ندير البروغرام تاعي كيما يلعب باش راح نتفرج عليه مسكين كي يدخل الميدان يبدا هاكا يحوس عليا كي ندير له هاكا يفرح ويزيد ويماركي ويفرح ونفرحو حسين نتفرج على وليدي بزاف هلال من اللاعبين اللي يقولوا حنايا محقورين اعلاميا اونتر كيمي محقورين اعلاميا اكيد 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 انه ماشي غير هلال ولكن الاف من هلال السوداني على المستوى الوطني اللي مهمشينهم اعلاميا الشيء اللي نلاحظوه انه الاعلامي في وقتنا الحالي اصبح يحوس على المدى السهله انه الملاعب اللي قرا منه اللاعبين اللي قرا منه اللي يسكنوا في كارتيه يخليهم ميدياتيزي من الانسان بالك اللي يسكن اللي بعيد على السونتر يعني ولايه تشلف الشرق الولايات اقصى الغرب انه تشوفهم مهمشين اعلاميا هذا انا معاك في هذه وين انا ما نقولوش باللي ما نكونوش جهويين باش نقولوا لو كان ولاد العاصمه ولا ولاد وهران ولا تقسمت انا نعطوا حقه نعطوا حقه وانا نظن باللي لو بليتيتري هو سوداني اللي دا تسع كؤوس بالبطوله بلس الشامبيونات تاع شلف انا نهضر عندك عندي لوكازيو نهضر لو كان من حقي نهضر انا في بلاد الناس محترميني اكثر مني في بلادي تحب الصح ولا ما تحبش الصح سواء جورناليست سواء ماشي نقول لك في بلادي ما يحبونيش لا ماشي الواحد ما يكونش تاويل لا ماجوريتي يحبوني نشوفها برا ناس ريسبكتيني الحمد لله متبادل مي انا برا خارج الوطن اكثر من بلادي والناس كاع على بالهم بها هذه ماشي غير انا بيان سور تغيظك علاه انت خارج بلادك مقادرينك خاصه في كرواتيا نهضر على نفسي انا في كرواتيا الناس كاع مقادرتني سي با زعما بابا اسمه مودريتش بابا اسمه احمد سوداني جاي من الجزائر انا عادي جدا علاه باسكو صابوك انسان قيم نفسك انسان ملتزم انسان دير خدمتك سي بور سا يبغوك عندهم يامنوا بالخدمه يقول لك بارك الله فيك خدمت عطيتنا اخويا نحبوك بعدين التجربة تاع انجلترا الحمد لله تجربة ممتازة لكن شاء القدر الله غالب درت اصابة الحمد لله بديت بيا بديت تري بيان انا المدرب هذا كان الوقت ايتور كارانكا اللي كان في مدريد مع مورينيو هو اللي اصر عليا باش يجيبني هناك ديجا انا كان الحلم تاعي انجلترا ملي كنت صغير سما قلت غير الانجليز ولا لا الله غالب حلم تاعي عامل قلت لك تجيني ديفو هذيك تاع الراس هذيك نديرها مي الاصابه الخطيره الاولى اللي تعرض لها لما راح نوتنغهام فورست لعب ثلاث مباريات اربع مباريات سجل بدا يطلع في الريت بدا ينسجم مع الفريق جاته اصابه دوم مالوريزمون تاع الرباط الصليبي صراحه فماك اللي انا ما فشلش مي شغل جديد في الفريق ثلاثة شهور ولا أربعة شهور ليغا موكروازي تخيل هذا ماكش مازال ما لعبتش كاع كنقول عامين ثلاث سنين ديجا ما يعرفوك مازال ما يعرفوكش كاع هذا وين جيت صراحة قلت مكتوب تطافي نورمال تكون انت قاعد تسمع تليفونك وليدك عنده ليغا موكروازي انت
تقعد في بلاصه وتقعد وحمد الله وطلب ربي الشفاء لي وخلص. هذا ما كان ما يستاهل سيرت بور اي بابا. سي با فاسيل بور اريفي فو دو ساكريفيس فو فريمون كتساكريفيس. والحمد لله كي تتفي ربي ربي ما خيبكش يحلك بيبان والحمد لله. والله غير مرحلة صعيبة يعني الشيء اللي عاشته العائلة تاعو وحنا كمقربين وانا كفرد بالك من العائلة تاعو وكيفاش عاش هو ما تتمناها حتى الانسان. كي تحس تهضر معاه تحس بلي هلال كسول ماهوش مليح بصح هلال كسول تجاوز هلال عنده شخصية قوية. تكلمت معاه انه جوست مور الاصابة صح كانت وضعية صعيبة كل لاعب راح يصاب وتكون عنده اصابة خطيرة راح يعيش وضعية صعبة. لكن قلت لك الإرادة اللي عنده هو خلاته يتدرب على انفراد ويتدرب بلاريو ديكاسون بإعادة تأهيل. كنت عندي إرادة كبيرة خدمت تعبت بالك الناس ما على بالهمش كنتش ناكل نرقد الناس ما على بالهمش يحسبوك هكذا نورمال. نوض 7 تاع الصباح نرقد 8 تاع الليل نوض 7 تاع الصباح ما كاش عندي حيد شهرين الناس ما يعرفوش يقول لك نورمال ما كان والو فهمت. بصح الناس ما يعرفوش حياتك ما يعرفوش لا سونفرونس اللي فوتها انت كي تكون مصاب باش ترجع ما ترجعش هكذا برك امبوسيبل ترجع هكذا لازم تتعب كي تعب ماشي زعما هكذا لازم تساكريفي. مش وش دارنا ما تخش دارنا ما ناكلش ما عنديش الوقت ناكل ماشي ما عنديش الوقت لازم ناكل شويه نروح نرقد بعد الصباح نوض شهرين كيما هكذا مي الحمد لله الحمد لله. ما يخفاش المره الاولى جاتني الركبه تاعو نقصان العضلات تاع الرجل المصابه ضعيفه جدا خدمنا على هذه درنا النقاط الحروف بدينا نخدموا وسطرنا برنامج 15 يوم درنا دو ميكرو سيكل بعد لي دو ميكرو سيكل راح لانجلترا عاود دار فحص طبي باش يشوف يعينوا العامل وين راه وصل. هما من قبل قالوا له الا صبنا العامل ناقص نشدوك في انجلترا والا صبنا العامل المليح تعاود ترجع تكمل لي دو ميكرو سيكل تاعك تعيد مع والديك وتعاود ترجع لينا. دونك هما كي راحوا داروا المعاينه صابوا تحسن وتطور تطور ملحوظ. شوف مين اللي شوف خدمنا في رمضان في شهر رمضان من المواقف اللي دائما راني نحكي فيها وين نروح ندرب راني نقول لهم باللي هلال سوداني في رمضان مصاب يخدم خير من اللاعبين الصحاح تاعنا في الناسيونال ان ولا في الناسيونال لو فاطرين وكالين وما مش مصابين عنده واحد الاراده اراده قويه اراده فولاذيه دي فوا انا نكون مون فيه في كرة انا نعيا انا نتعب اللي مانيش نخدم وهو اللي يكون يجري ويتحرك اليمين اليسار ويدير الوثب ويقفز ويدير امور صعيبه يسرع بها نزيدو نكملو. هذه الاصابه كانت الاولى بعدين راح من نوتنغهام فورست الحمد لله ربي راح للاولمبياكوس رجع وبدا يلعب فان مليح في اولمبياكوس وسجل اهداف. فالبوينا Ο Κούτρης θέλει να γυρίσει την μπάλα που πέρασε από κοντά το πλασέ στα δίχτυα των Σουντανί. Βαλμπουενά, Ποντένσε στο δεύτερο δοκάρι για τον Ελαραμπή. Κοντρολάρει εκείνο, στρώνει στον Σουντανί. Αυτός ανοίγει το σκορ στην τέταρτη τελική του προσπάθεια, τρίτη στην εστία. Σουντανί πάλι θέλει να φύγει από το Μόρα. Γυρίζει το σουτ. 3-0 στο 17 Σουντανί. Εκπληκτικός Ολυμπιακός. Mais là il a beaucoup de énormément de qualité parce que c'est un joueur spontané. C'est un joueur qui a énormément de qualité devant le but, très adroit devant le but.
Mais moi, surtout, ce qui m'a le plus, on va dire, surprise, et je pense que c'est un exercice qu'il affectionne aussi, c'est son jeu de tête. Parce que pour moi, il n'est pas non plus super grand pour un joueur qui joue devant. Et il a un super, super timing. Et c'est vrai que ça, pour moi, c'est une grande, grande qualité. Parce que c'est un buteur. Il cherche toujours se mettre dans le sens du but. Donc voilà, de ce que j'ai vu avec Hilal, dommage qu'on n'a pas assez joué ensemble, on va dire, dans les matchs. Mais c'est quelqu'un que j'ai vu évoluer aux entraînements et il marquait beaucoup, beaucoup, beaucoup de buts. Et surtout qu'il était très adroit. Mais là où j'ai été beaucoup plus surpris, c'est son jeu de tête et son timing. Donc voilà, c'est toutes ces qualités qu'a Hilal. الحمد لله رحت ثاني اولمبياكوس ثاني ماكسيموم توب شامبيونا كوب الحمد لله مشيت مانيفيك سبحان الله ان شاء القدر ليغا موكروزي دوج هذا كنا كنا نتفرجوا مقابله عاديه نتفرجوا كي طاح وليدي وناض قلت خلاص ما راش حيزيد يوقف على رجلو كي شفتو راح قلت سيبو عيط لي قال لي ماما وقيلا لي قامو قال لي نحاس فما فاميلا كامله كاو انا جيتو كاش با لا فيريتي انا سيرتو مو انا هكا كويسيت باسكو مو هي تي بروش لي عاود سنيتو راح للسبيطار كاع ما تعيط لي نسمع صوغان لي سواخ قال لي ماما رجلي زاوجه وهاد الخطره قال لي راني مضرور كثر طرق لي لازم تجي عندي باسكو راحت عنده وشافته كيف تعذب انا كنت جيت في بلاصتها نطيح لا فيريتي وهي حملت كي خرجوه من البلوك صابني كيف طل صابني قدامه قال لي ماما جيتي قلت له جيت قعدت معاه قاعد مالات في لاغريس هذه كنا في لاغريس هذه دوزيام اوبيراسيون تاع الاولى ما رحتش معاه الزوجه كي فطن فرح كي شافني قال لي قعدي حدايا قعدت حداه اش قد ما نحكي لكم ما تقدروش تعيشوا اللحظه اللي كان عايشها هلال هذيك الجنون من حتى لهنايا رجلو لازم غير هك قعدت معاه قعدت مالات في لوبيتال ومن بعد خرجنا الدار حاجه فاتوا علي واحد المراحل ما نقدرش نحكي لكم شتا سفره سفره بزاف شوف انا ما نكذبش عليك الاولى صح مريت مي اللي ضرتني كثير 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 الثانيه علاه بس كنت فكرت قال لي سوفرونس اللي فوتهم باش رجعت سما ذاك واش قلت قال لي سوفرونس هذوك اللي درتهم سما ضربهم على الاثنين باش تعاود ترجع ديجا لاج ديجا تبليسيت دوزيام فوا ما عندكش الوقت لازم تبين ولازم تلعب تخيل انت ذوقا صوالح في راسك لازم ترجع امبوسيبل تقدر تحبس كيما هكا امبوسيبل لازم نحبس كيما نبغي انا هذه هي سما الإصابة الثانية هذيك صراحة مريت بزاف مسكينة الوالدة تاعي اللي كانت معايا في اليونان هي اللي جات كانوا معايا صحابي اللي كانوا في اولمبياكوس فالبينا العربي عمر عبد اللوي صراحه كانوا معايا صحابي اللي ما حسيتش روحي صراحه والله ما حسيت روحي il a eu deux graves blessures mais c'est vrai que il a été très affecté très très touché parce que pour lui jouer pour son pays c'est quelque chose d'extraordinaire je pense comme tout footballeur et c'est vrai que il a été peiné je me rappelle quand j'ai été le voir à l'hôpital et je pense qu'il a eu sa maman qui a été très 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 proche et je pense que ça aussi la famille c'est important c'est quelqu'un de famille Hilal et puis nous c'est ses amis et je pense qu'il y a eu Youssef aussi qui était là et je pense dans des moments difficiles il faut montrer aussi que ses amis sont là aussi et je pense qu'il a énormément travaillé pour revenir à un super niveau Donc, mais c'est vrai que c'était un moment compliqué pour lui parce que il venait de sortir d'une grave blessure aussi qu'il a eu à Nottingham
Et puis tout simplement, on a été là pour lui. Et puis parce que quand on est en Grèce où il n'y a pas ta famille à côté, mais je pense qu'il a eu un mental extraordinaire, vraiment. Ouais, comme je vous le disais, c'était pour moi, pour Hillel, c'était une formalité. C'est quelqu'un qui est très fort mentalement et qui est déterminé. Et la preuve, à l'heure d'aujourd'hui, il continue à jouer, il a envie de jouer. Il prend soin de lui, il travaille beaucoup à côté. Et voilà, c'est grâce à cette mentale qu'il a. Et justement, à l'heure d'aujourd'hui, il ne l'a pas perdu. C'est ce qui fait la différence avec certains joueurs. Et certains joueurs, à un certain âge, ils lâchent. Lui, non. Lui, il a toujours cette rage, cette détermination qu'il avait à l'époque de Schleuf. Et c'est ça qui permet aujourd'hui de continuer à jouer. Et surtout, c'est ça qui a permis de revenir rapidement d'une longue blessure. Non, il ne faut pas lâcher. Je te fais rebé. Je veux que tu te fais rebé. Wallah, واحد ما يخيبك. Wallah, واحد ما يخيبك. اللي je te fais rebé. Parce que je connais, je te fais rebé le moment. Mais alhamdoulilah, كانت عندي إرادة أكثر من الأولى ورجعت الحمد لله وإن شاء الله ربي يعطي الصحة هذا المكان وبربي ودعوة الخير وتاع الوالدين وعاود رجع وراني يلعب وكانت عنده الإصابة في البي دروا اللي بي جوش ماهي سهلة سيرتو لي ليغامون كروازي لما يروحوا لك ليغامون كروازي معناتها يروح لك التوازن نظن باللي اللاعب هذا وين زاد من بعد لا بليسيور تاعو عاد رجع وعاود رجع بقوة هنا توري لك هذا اللاعب اللي عنده قوة ذهنية Il a été, il a fait preuve de beaucoup d'abnégation. À son âge, avoir les ligaments croisés, c'est vraiment pas facile de revenir au plus haut niveau. Il a vraiment beaucoup, beaucoup bossé. C'est dire sa force de caractère. Il n'a pas voulu terminer sa carrière, en tous les cas, au haut niveau, sur une blessure ou avoir son football qui se en décadence. Donc ça, il faut lui tirer un grand chapeau. José Antonio Filar, محاولة خطر براس نشوف فيه الان في البطوله السعوديه مع نادي نادي ضمك يقدم في مستويات مقبوله حتى ولو انه السن تاعو كبر في السن لكنه مازال يقدم ومازال يؤدي في المباريات تاعو بشكل عادي جدا صراحه باش نكون معك صريح مانيش حاس في روحي عندي 35 سنه بعد شهر الحمد لله المورال تاعي بيان كونسونطري مع الفريق تاعي وصراحه وواحد ما ميكونش منافق مع نفسه نشكر فريق ضمك اللي عطاني لوبورتونيتي صراحه واحد يقول لازم يكون واقعي نشكر فريق ضمك اللي عطاني لوبورتونيتي والحمد لله انا كنت على لوتر بلي شو اني حاس روحي شغل فاميليال انا نبغي لي زيكيب تاع فاميليال نسيب روحي اليس سما لو بليز امبورطون سي مورا تاعي بيان سما كل حاجه تمشي مع الكره تاعي سما كل حاجه بيان هذيك هي المليحه قلت لكم بانه مهاجم متميز وممتاز يلعب باليمنى واليسرى استقبل باليمنى وسدد باليسرى مضيفا هدفا ثانيا لصالح المنتخب الجزائري بعد كره يخلف شوف الاستقبال باليمنى المراوغه ثم التسديد مثل ما جاءت هلال كان في شلف كان في اولمبي شلف عرفته هنايا في بطوله افريقيا المحليه ان شاء الله 2011 في السودان كانت في حوالي شهر فيفري شهر فيفري من سنه 2011 ثم وين عرفت اللاعب كنا عملنا تربصات من قبل مع المدرب عبد الحق بن شيخه كانوا اثنين او ثلاث تربصات وبعدين جا الشان تقدر تعرف اللاعبين وتقدر تكون في اتصال معاهم دائم لانه راك معاهم راك عايش معاهم كل يوم والله انا تلقيت الاستدعاء مع الناخب الوطني تكلم مع نفسي قبل وبعدين صفت المكالمه تاع الناخب الوطني عبد الحق بن شيخه تكلم معي وقال لي انك مستدعى للمنتخب الوطني كانت فرحه يعني كبيره على طول اتصل علي السوداني قال لي اتصلوا على المنتخب قلت له انا ثاني كانت فرحه فرحتين والحمد لله من انه كانت اول تجربه لنا مع المنتخب اللي عاد من كاس العالم 2010
كان زياني عن طريق يا حسن يبدا كل هذه الارمده تاع اللاعبين تلعب معاهم في نفس الفريق وانا السوداني كنا مشجعين في 2010 للمنتخب الوطني تصبح معهم نفس الفريق نظن هذا شيء جد مشرف احنا كلاعبين وكولايه شلف. استدعاني سيد عبد الحق مشيخه في اول مباراه في 4 جوان 2011 مباراه تاع المغرب اول مباراه رسميه ليا مع المنتخب كنت في شلف بعد مباراة هذه مشيت للقيمارش صراحة خاصني نتكلم لك على المنتخب الوطني المنتخب الوطني حلم أي واحد خاصة احنا الجزائريين ما لك على بالك جوار ولا ماك جوار يقدر سيبورتر يقول لك أنا ماذا بيا يلعب في المنتخب الوطني en plus un petit gaucher comme ça il y en avait pas beaucoup en équipe nationale et non c'était toujours un plaisir et un bonheur de l'avoir côtoyé. Au moment où il contrôle, le contrôle orienté, juste il croise son ballon. Que quelques minutes, deux minutes, et Al Hilal Soudani qui libère les supporters algériens et toute l'équipe nationale. Résister tout au long du match. Quel but de Soudani que l'on revoit. Là, ça l'a été. شرف ليا اللي لعبت المنتخب الوطني اللي قعدت المنتخب الوطني مدة كبيرة الحمد لله أنا الشرف ليا كبير كي نشوف والديا فرحانين بوليدهم يلعب في المنتخب الوطني شوفوا لي ذكرى حلف ذاك العام تاع إعلام الجزائر من الله ما نشوفوش من الصباح تشوف الإعلام تاعك وليدك هاي يلعب على بلادو قد ما نقول لك قد ما نعبر لك ما نقدرش فرحة لوحدها تاني كيف ما صنع الفرحة وحدها أخويا بصراحة أنا حسيت روحي كبير 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 أنا قصير بس حسيت روحي طويل يكذب عليك كذب اللي ما كاش الأب اللي كيشوف وليده في ليكيب ناسيونال ما يفرحش هو يرجع فخور وقعد مودست هذه هي احنا قعدنا مودست سي بور سا كاع الناس تبغينا ماشي كيف يجمع انا وليدي وليد لا لا هذه ما نقولهاش هذه كان نخلي كل حاجه في الستر Pour ce huitième de finale qui va opposer l'Allemagne à l'Algérie, futur adversaire de l'équipe de France, dans 90 minutes, peut-être en phase de réparation. Soudani qui préfère servir Goulam, la frappe de Goulam, et ça passe à côté de la cage de Neuer. تقول باللي 2014 كان في عمره 27 سنه تقول انت واحد 27 سنه اول كاس عالم بالنسبه ليه لاعب محلي احنا دائما عندنا هذاك اللاعب محلي ولاعب لاعب جاي من الخارج لاعب محلي يلعب كاس العالم وراح يخاف وراح يكون عنده ضغط وكل شيء انا شفته ما كانش عنده ضغط خاصه انه كان عنده الثقه هذيك من عند المدرب واحد اللي لوزيتش في هذاك الوقت في 2014 وقبل 2014 الحاجه هذه الثقه هذه تاع المدرب والثقة حتى من طرف اللاعبين بيناتهم تخليه هو انه يمد البلوس هذاك ويؤدي دورة ولا يؤدي مباريات اللي كانت مقبولة الى حد بعيد. Oui, très belle expérience. Pour Hilal, c'était sa première. J'avais eu l'opportunité de la faire en 2010 et voilà, je pense que c'était la plus réussie des deux Coupes du Monde. Même Hilal avait joué le match, on va dire. Légendaire, si on peut appeler ça, de l'équipe nationale contre l'Allemagne. Et il avait fait un gros match. Et donc, voilà, je pense que pour lui, ça a été une belle expérience. Quand on parle du mondial, oui, au Brésil. Imaginez, c'est vrai que c'est une des meilleures souvenirs de la carrière. Jusqu'à ce moment-là. Mondial 2014. Il y a des grands joueurs qui ne jouent pas au mondial. كاين دي كيفاش نقدر نفهمك تسمى نقدر نقول روحي حسيت روحي محظوظ اللي كانت عندي الشرف وين مثلت منتخب الجزائر في المونديال وجي في بارتي زعما من اللي 23 جوال اللي كانوا في الجروب يا ونموت بالسعاده اللي نقول لك
والله العظيم كنت مسخروا الراب كسورياليز اوكي فخور بأن جزائري ولدي واش الاعلام تاع الجزائر وفي البرازيل. الشعور باش تشوف خوك ومباشرة من الستاد سيرتو في ليم ناسيونال كي تبدا قسما وفي المباراة الأولى مع بلجيكا كأس عالم نشيد الوطن يعني شو خويا تأمن وما تأمنش قاعد نقول حسيت روحي محظوظ جدا أولا أني متواجد فيما وحسيت روحي محظوظ أكثر لأنه خويا معاهم والحمد لله يعني كان إحساس رائع. في هذيك المرحلة كي تتفرج مباراة ما يكونش يلعب هلال أقل ضغط، لكن كي يكون يلعب هلال تخاف ويغلط، تخاف ويخرج فاس فاس ما يماركيش. مونديال حاجة هذيك ما تتنساش، خصوصا نهار يلعب مع الألمان، هذا كان الماتش تاعها كان شرف ليا كبير، وليدي وصل لهاد الدرجة ويلعب مع منتخب هذا كبير ومع لي جواغ كبار. كون جونتون هلال جو فوا كيلكان افيك بوكو ديتيرميناسيون. Beaucoup de détermination, beaucoup d'envie de réussir. Et ça a été là justement sa force. Un peu comme Islem, c'est deux joueurs avec du caractère voilà, qui voulaient réussir pour eux-mêmes, pour leur famille et montrer qu'ils avaient les qualités de, d'avoir ce parcours. لما مثل المنتخب الوطني كان افضل ثنائي هو وسليماني، كانوا هدافين حقيقه هدافين، يعني ما كانش مباراه ما يخرجوش فيها انه سوداني ما يسجل فيها. Oui, avant c'était Slimani Soudani en attaque en équipe nationale. Je pense que on a fait beaucoup de choses bien en équipe nationale. Parce que Hila c'est un joueur qui marque beaucoup de buts et il peut te donner une technique, des passes décisives. Pour moi c'est un joueur complet, il peut jouer sur l'axe, il peut jouer sur le côté. Islam Zalatan, Islam l'hadaf tarikh, inchallah nzid menna lou mazal ando l'opportunité bach yzid yisjil hadaf. Inchallah ala Islam insan yesthal. Ana li na3rfo mumkin khair menhom kaa li fout ma3a li pire ou le bon ou le meilleur moment. Alhamd lillah. هيلا خويا هيلا سوداني هادي ليك حبيبي هادي ليك عندي شي بريز ليك واحد اخرى هيلال موت عليك صاحبي قسما بالله صاحبي بليزير خويا هيلال موت عليك خويا. لكن اذا قلت لك انا في النهائي ممكن كل اللاعبين نساوه نساو سوداني، وانا الوحيد لما كنا في الحافله كنت عملت له ديديكاس بالكاس مع كل اللاعبين، قلنا هذا الكاس يسال فيها هلال سوداني، كان غائب على كاس افريقيا لكن كان حاضر في التصفيات. Le football c'est ça, c'est il suffit d'un match où on passe à côté, les gens voient la critique et sur le prochain match tu fais une bonne chose, les gens passent à autre chose. Donc c'est un peu un monde spécial. Non, il est, je me rappelle, en Coupe arabe, il n'était pas affecté. Il est vraiment fort mentalement. Et c'est ça qui lui a permis justement de rester concentré. Et c'est pour ça que moi, si je l'ai pris, c'est que je comptais sur lui. Il avait cette expérience et une grinta, donc il était important aussi dans le groupe, par le biais de sa bonne humeur, sa joie. لانغراتيتود كاينه في كره القدم، لانغراتيتود معروفه. هو مد الفريق الوطني على بالو بلي كاين ناس خاصه في مواقع التواصل الاجتماعي نهضروا حنا لانغراتيتود دوك الولاد في اكثر في مواقع التواصل الاجتماعي تخليك في في في, في الداخل في روحك تخليك يغيظك الحال. شوف انا ما نكذبش عليك، ما نقولك ما غاثنيش، لا غاثني
اون فيت كيفاش نقدر نفهمك؟ انت واش تستنى واحد اول مره راح نقولها واش تستنى واحد يقول لك ان شاء الله امك تموت؟ انت واش تستنى؟ على بالي بلي فوتبول انغرا مالوروزمون لا فيريتي، على بالي بلي غدوا يدوروا عليك نورمال. خويا تنتقدني ما عنديش مشكل، شحال من اول مره ماشي اول مره ينتقدوني، معليش انا قلت لك ما تنتقدنيش، تقدني كرويا خويا على جال كارتون جون بطاقه صفراء بطاقه صفراء. لا لا مثل شوف كاين حدود، ما عنديش مشكل انا ني بيرسوناج بيبليك نتقبل اي نقد اي حاجه، ما عنديش مشكل كاع قول لي ليا انا لي ميساج انا ما 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 قدرتش نفهمك. سمانه ما دخلتش لي ريزو سوزو ما قدرتش نشوف وين نروح نسيب تيورتي، وين ندخل وين ندخل نسيب على ديك كارتون جون واحد يقول لك ان شاء الله امك تموت، ان شاء الله بويك يموت، ان شاء الله كذا وكذا فيك تموت انت ان شاء الله. خويا خلاص دعبك تعدينا الحدود، تعدينا الانسانيه، لحقنا في واحد المرحله سي تري غراف. بصح السيد هذا راه عنده كوب دغاب راه يلعب هو يحلق راه يسب في لي كومونتير ان شاء الله امك تموت، ان شاء الله باباك يموت، ان شاء الله واحد لي كومونتير ما تقدرش اي واحد ما تقبلهمش. صح حاجه عندك حق باش تاخذ ويه ما لعبتش مليح ما تلعبش مليح ما... بصح علاه تروح للعائله؟ العائله علاه تجبدها؟ واش دخلها العائله؟ علاه توشي ذاك الانسان بعائلته؟ لا ماشي هكا. وي سامتي جمال العام غاضني عمري ان غران جوار يصور دو لا بتيت بورت سي با نورمال، سي با نورمال طفوا عليه الضوء كشغل هذا الجوار انا جامي اكزيستي. بوركوا بوركوا سكو اللي تقول لي انت اعلامي من حقك تنتقدني بصح باش يلحقوا تفوت الحدود الانتقاد خلاص لحقت ان سيرتان مومون سي ترو فاتت الحدود فاتت التوقعات. انا نقول لك ما غاضتنيش صراحه غاضتني ما كنتش نشوف بصح على بالي كنت نحس تشوف شكون اللي ما يشوش يكذب عليك يقول لك ما يشوش كاع يشوف. بعدها ولا نضرب بزاف صراحه ما نضر وكنت نقول له ما تقراش لي كومونتير ما تدخلش تقراهم ركز في خدمتك ركز في هو ماشي يقراهم بصح يخرجوا له هكذا ما هو تفاصيل مجرم في راسه الحمد لله اللي داك يدير واش دار هلال يخدم واش خدم هلال فهمت يدير ويوروا لي حاجه اللي شحال قليله اللي دارها هلال. سيت ان جوار بروفيسيونيل لو بلي تيتري لو بلي تيتري في الجوار ما كانش جوار في ليكيب ناسيونال تيتري كيما هو. ديروا الاحصائيات كلهم البالون دور تاعو داو قلعوه له. صعب نقول لك ما غاضتنيش غاضتني عمري غاضتني بكيت علاه انا ما نستهلك فيني ما نقولش نهايه مشواري باسكو ماشي نهايه مشواري علاه انا ما نستهلش ميرسي بوكو انا ما نستهلش صحيت علاه يا لو كان مانيش مليح ماشي مشكل قال لي لا بارك الله فيك نورمال عادي جدا علاه لي زوتر بي علاه هي هي بوينت دانتيروغاسيون. Voilà, ça fait partie du football. Il a, moi, je pense qu'il l'a bien pris. Et l'essentiel à la fin, c'est qu'il a sa médaille autour du cou, une coupe entre les mains. Et comme on dit, voilà, le Hadra Filmiden. Hilal, li ya'arfou mlih. Hilal, il a le ballon parce qu'il aime le football. Ce n'est pas pour l'amour. C'est que le football, c'est qu'il marche dans le sang. C'est vrai, Hilal, ce qu'il a fait, كنا هنايا يعني كيما نجمعوا في رحبه وكاع مازال الهلال كيما هو حتى الحين مازال على اتصال بكل الاصدقاء تاع الصغار مازال كيجي الحي هنايا يعني كيجي الحي الحاجه الاولى كاع يتصل بالاصدقاء تاعو يتجمع معنا كيما كان من قبل كيما راه ضروري الهلال حتى حاجه ما تغيرتش مشى بالك وربما مشى للخارج عشاق بوي عيط لما يجي يدرب مع الفريق يسقسي تحس به باللي الانسان هذا ما تغيرش الناس كاع يبغوه معاون الناس ما كانش واحد قصده ورده ما كانش
ويعرف دراهم وين يحطهم، يعرف واش راه يدير، يعرف ما هو فالس، ما هو خارج الطريق، ما هو. الحمد لله يا ربي، هذا هو الاساس، هذا هو اللي نفرح بوليدي. هلال جامي لا يبين لك باللي راه متاثر ولا حزين، بس خطرات في الداخل يكون متاثر، ولكن دائما يضحك معك. هلال دائما يعطيك ديك الطاقه الايجابيه. C'est quelqu'un de sincère, c'est quelqu'un qui est famille. Et j'ai beaucoup aimé sa franchise, son honnêteté. Et ce qui est rare souvent dans notre milieu, dans le foot. Il est une personne très gentille. Au rire, il est très gentil. Il est très gentil. En plus, il aime beaucoup de choses. Il aime bien l'ancien. On avait une relation très proche. Quelqu'un qui est toujours de bonne humeur, joyeux, avec qui on peut taquiner. Et... Oh, c'était quelqu'un qui mettait l'ambiance, et puis même à l'entraînement, c'était quelqu'un qui était très sérieux. Donc il y avait vraiment un contraste entre le terrain et en dehors du terrain. أكيد هو قدوة هلال السوداني أصبح ماركة مسجلة على المستوى المحلي هنا على مستوى ولاية تلفو حتى على المستوى الوطني. الفرق اللي راني نمشي ليهم وندير فيهم توجور نهضر به هو، نعطيه ان اكزومبل، نعطيه ان اكزومبل للشباب لهذوك لي جون اللي يكونوا، نقول لهم اللي نظن باللي عطانا درس. لا كارير تاع هلال انا بالنسبه ليا لي جون الجيريان يفو كيدوها اكزومبل، قدوه ليهم، باسكو هلال سي ان جوال اللي خرج من البطوله تاعنا وراح لعب اون بليزير كلوب اون اوروب، اون بليس يلا غاني بوكو تيتر. Ça veut dire pour moi, il a fait une grande carrière et c'est une fierté pour nous et c'est un exemple aussi. Donc, nous avons eu le Haya Rouge ou le Schlip complet. انا الشيء اللي نتمنى لك مناصر قبل ما نكون احد من افراد العائله، نتمنى كل التوفيق ان شاء الله. انت مفخره لنا ومفخره للولايه تاع شلف لانك شرفتنا. هلال شكرا جزيلا على اللي خليتنا الاسم تاعنا عالي، وشكرا على اللي خليتنا نعيشوا معاك الحلم اللي انت كنت تحلم به والشغف اللي كان عندك واللي كبرنا فيه كامل مع بعض كعائله واحده هي عائله سوداني. Bonne fin de carrière, Inch'Allah qu'il continue encore à jouer et qu'il profite bien hein, au maximum tant qu'il peut jouer. هي مسيرة حافلة للاعب كتب اسمه بأحرف من ذهب في تاريخ المنتخب الوطني الجزائري وكذا بمشواره الاحترافي، ليس فقط رياضيا بل كان خير سفير للاعب الجزائري خارج الوطن. ولمتابعة الأعداد السابقة من السلسلة الوثائقية لا كازا ديال سبور يمكنكم تصفح مواقع البرنامج الظاهرة أسفل الشاشة. الوثائقي مستمر، وهذه المرة مع فقرة أحببتموها الموسم الفارط، فقرة سؤال وجواب، حيث سنكتشف الوجه الآخر لضيفنا اللاعب هلال العربي السوداني. تابعوا معنا. وضع ما طفيش؟ خليها هكا؟ نعم كل شيء. خلاص هلال عنده دو نون العربي هلال سوداني. كي نكون انا مليح في التدريب اهلال هلال، كي نقول له العربي يعرف بلي مانيش مليح باغ اكزومبل. صح شيخ احمد، هذا هو الشيخ احمد اللي كنا نهضروا عليه ساعه، سي مون بريميير اونترينور. صراحه ممكن ما نقدرش نهضر على نفسي، نهضر على الشيخ احمد. إطار من إطارات كبيرة، خسارة ما عرفولوش، والله لا خسارة ما عرفولوش. تحياتنا كبيرة شيخ أحمد، هذا راه كيما الوالد تاعي، ونقول له صراحة كثر خيرك. هلال احكي لنا برك على لا بريباراسيون تاع لا كوب دافريك 2013 في لافريك دو سود، وال 15 يوم لو ستاج هذاك تاع 15 يوم في جنوب افريقيا وين كان كلش مغلوق علينا مع فايد، هذه لازم تحكيها. عاد ما يدري المشاكل راه نقول لك. مو عادل الحجي
مكلف بالاعلام تاعنا في السابق المنتخب الوطني. عادل سيمبا انا وياه سي با زعما خدمه ولا عادل خويا عادل نقولوا على المحاجب نحكي نقولوا على المحاجب اللي كان يجيبهم لي. لا صراحه في كنا مع فايد هاك على بالك فايد حليلو زيج كل حاجه مبلعك تعرف تسمى 15 يوم مبلع علينا ما خرجناش خرجونا خطره برك راحوا يدورونا باش نديروا سفاري زعما مي سفاري ما والو خرجنا عاد رجعنا هذيك هي الخرجه تاع فايد هذه اللي هضر عليها هو تسمى 15 يوم خرجنا خطره برك تسمى كل حاجه مزيره مع فايد هذا ما كان حاجه برك تصرف في المغرب وين قال لي الشيخ عطيني 100 اورو سلم لي 100 اورو باش نشري الاخر وما رجعها ليش عليه شغل بجوي هذاك الوقت كان قابلت نزلت الله وانا ما كاش كاين صراحة هذا هو سبب نيميرو هذا هو سبب نيميرو 2 هذا هو سبب كبير لا شيخ بن شوية عندي بزاف ذكريات معاه تحياتنا شيخ انا نكمل لي ميسيون ان شاء الله نعطيك 200 تاعك ماشي صافر نقول له برك مازالت عندي الرقصه تاع كي وصلنا لوتيل لافريك دو سود دونك من بعد نعطيها لهم نقول له عزدي نقول له ثاني عزدي مازال عندي التصويره تاعو اللي كنا في الايروبور كان رايحين لافريك دو سود على بالو عزدي على بالو لا لا عندنا زعما لي فيديو كيما لحقنا لافريك دو سود يستقبلونا هذوك تاع اللي غنوا في لي زوتيل عزني ندخل معاهم انا تقول شغل احنا معاهم شغل نبانو منهم تسمى راه فيها راه يهضر على الفيديو هذي وعزدين هلالك حاصينا اللي كنت تقول يا شيخ صار يسيبوني مليح صار يسيبوني مليح ونرجع هذا اللي قلت لك هلال تروح وترجع ان شاء الله ويسيبوك مليح هذا السؤال الاول السؤال الثاني يا هلال كنت نقول لك بلي ترجع ليكيب ناسيونال وتماركي ورجعت وماركيت وديت لاكوب دارهم قدر نقول هذا الشخص وين اللي في الاوقات الصعبه هذا عيسى الباكلي هذا ما نقدرش نهضر عليه باسكو ما كنا نبدا نهضر ما نحبش انا وياه وحدنا نخدموا في شلفي رمضان 6 تاع العشيه انا الشيخ عيسى ما كان لي بالون ما عندنا والو كل خطره كاين بالون خطره ما كاش صح سقسيتو قلتو الشيخ عيسى ان شاء الله كي نرجع الاولمبيك يسيبوني مليح قال لي روح يا هلال روح يسيبوك مليح وترجع ليك مثلا كاع واش قالها واش وصلت خدمنا انا وياه شهر كل يوم فيش في سيكون دوغري في طرطم كل يوم نخدموا انا وياه كل يوم نونترينو هذا هو اللي صدق صراحه وي السؤال اللي حب تجاوب الجمهور والمشاهدين تاع قناه شروق واللي هي احكي لنا على البلا تاع المثوم والسؤال الثاني واللي هو كي كنا فوتوا لي فاكونس في كرواتيا كي نربحك انا وسمير البينو شو الشعور تاعك؟ هذه نثوب لازم ريبوندي عليها؟ انا ريبوندي عليها خلاص الله غالب قال لك ريبوندي هذا سالي بن سيبي تسمى رجل اختي تسمى اختي على بالها بلي انا نبغي نثوب عام هي تهبل فيا روح كي تجي ندير لك مثوم كي تجي ندير لك مثوم كي جا درت لي حط لي شي حبات فيون داجي هذا ما كان وكنت هناك يا ولي فايا كيا سما من فما كنا بالعاني ما درت لي زوج حبات انا تمسخر بها دارت لي مليح الله يبارك بالحراء انا كنت نقول لها درت لي برك زوج حبات برك هذا ما كان هي زوج برك سما راحت كي نبغوا نتمسخروا بها نتمسخروا بها انا وزالي بالزيف في لاكرواسي راك تعرفني انا موفي بيردون انا ما نبغيش نخسر يا لو كان لعب تكتيكا ولا لعب اي حاجه انا ما نبغيش نخسر اي حاجه نديرها باش ما نخسرش نقدر نصيب لك سبه نورمال باش ما نخسرش مي يفيقوا لي هو وسمير خويا يفيقوا لي سما نورمال ما نقدرش نفوتها معاهم يخلوني زعما نربح هكذا باسكو على بالهم بلي زعما Oui, là je vais te poser une question. Je voulais savoir, tu as beaucoup d'expérience, tu as fait quand même pas mal de clubs. Et je voulais savoir à l'heure d'aujourd'hui, quel est ton meilleur souvenir en club ou en sélection depuis que tu as commencé ta carrière. انا وين جبتو هذا واش حاب نقول له انا درك انا نعرف السيكول لا كيستيون تاعو انا على بالي انتما ما بالكوش ايه فوالا ماتيو سي ماتيو كو ها
اما هو هذا هو داير هكذا يحوس على المشاكل يحوس بيبيكيني زعما. صراحه لي مير سوفينير صراحه ما ماتيو نا بارطاجي دي بون مومون سون في اولمبياكوس سي دي فري فري مومون. بون انا نهضر على ماتيو لا بيرسون مش نهضر على ماتيو لو فوتبولور. صراحه سي ان بليزير سي ان بون امي ا موا تري بون امي تري بون ميم تقدر تقول كل يوم نهضروا. فوالا سي ماتيو في بارتي دي زعما لي جوار لي ماشي لي يلعبوا معاك وخلاص في بارتي دي لي جوار زعما سي لا فامي. Pour moi, Hilal Soudani, c'est mon frère, Khoya Hilal. À 10 ans, nous sommes dans la même chambre de l'équipe nationale et on a partagé beaucoup de moments ensemble. Hilal, dis-nous, le premier stage que nous avons fait l'équipe nationale, qui connaît un géré avec Vaïd, qui a été tué par le géré, qui a été tué par le géré, qui a été tué par le géré, qui a été tué par le géré. Dis-nous, pourquoi tu ne veux pas te faire, pourquoi tu ne veux pas te faire le géré. اسلام خويا قالها احكي الحكايه اسلام احكي والله اسلام صراحه يقولها غير فهم خويا 10 سنين احنا ميم شومبر انا اسلام في ميزوفر ندخلوا ليكيب ناسيونال سما الا ما كانش هو انا وحدي الا ما كانش انا هو وحده سما الا كان احنا في زوج لازم باتو كيكي هي دايره هكا راه الحكايه هذه واعره تاع هذه كنا في دار ضياف بريباراسيون حنا خمسه لي جوار برك راك تعرف مع فايد بريباراسيون شغل هذيك هي من قلت بلي جرينا بزاف حتى خلاص عينا ما قدرناش حنا زوج سوايع وحنا نجرو زعما قلنا اي نحبسو نقولوا له مزيج نجرو قلنا شوفوا اللي ما يجريش يطلع في البيس يطلع في البيس خاطر في الاسلام هكا قلت له اسلام حنا رانا جدد هنا خويا ما كان بيس ولا نجرو انا نبلبو في ليكيب ناسيونال اللي ما نعرفو اللي يلعب بكري يا خويا باش يجري ما يجريش قلت له لا حنا نجرو يا اسلام حنا هذا مزيان نبانو لازم نلعبو انا اسلام قال لي شوف هو الاول انا زوج انا مور اسلام والله ما حبسنا اخويا هذه الحكايه سما ما حبسناش والله ما حبسنا هذه نهضر عليها مع فايد قتلنا بالجري فايد Moi, c'est sûr que c'est quelqu'un qui est plein d'énergie. Et des fois, c'est trop, c'est machallah, c'est trop, c'est... Moi, je l'appelle Tricity. Quelqu'un qui est toujours très actif, il parle vite, il est comme ça, il est dur. Tu le touches, il se contracte, donc... Voilà, il a un surnom, il sait c'est lequel, on le garde entre nous. Mais c'est quelqu'un d'unique et je pense qu'en Algérie, dans toute ma carrière internationale, ça a été une personne à part, un joueur à part et un style de personnage à part. Voilà. Le Boogie, le coach ou le Boogie Sahbi ? Voilà, Boogie, Sahbi avec l'électricité. عيط لي واحد الاسم ما نقدرش نقول لكم هنا باسكو هذاك بيناتنا انا وياه ما كاينش اللي على باله ولا على باله بوكي دايما يقول انت تريسيتي انت خفيف انت هكا قلت له والله غالب مجد هي دايره هكا هي صراحه صافي بليزير مجيد يقول عليه هضره كيما هكذا ان شاء الله حاجه برك نتمنى له ان شاء الله فلاشان كيما ربح لا كوبا راب ان شاء الله نتمنى له يربح يقان يفهمها بالعربيه بس مش باين نقولها بالفرنسيه لازم تسمعها بالعربيه مجيد ان شاء الله يدي لكم دافريك هذه ان شاء الله تاع المحليين اي ان بون اوبورتونيتي هنا في الجزائر ان شاء الله الى لي مويا الى ليكسبيريونس ان شاء الله ربي يوفقك خويا نقول ان شاء الله ربي يوفقك ان شاء الله وان شاء الله تدي لكم هنا بينك وفي بلادك وبين لي سيبورتر تاعك ان شاء الله. هذا المكان مريحين هنايا انا وياك وخالي الفلين في لقطه شغل راهي مريح معنا نقصت الصور ودخلت للدار هذاك النهار علاه في على نقص برك هذاك الصور صار هذاك النهار قلنا عليه برك هلال هذا رضا تربى معايا هذا خويا هذا انا رضا تربينا كيف ملي كنا صغار حاشاكم انا نخاف من الكلاب حاشاكم سما هذه الخطره كان عندي بروبليم في لي زاديكتور كان عندي واحد 3 4 جور ما هضرينيش كنا طالعين جيت الدار تحت في الليل كاع سبحان الله حاشاكم كانوا كاين الكلاب فماك دائما يريحوا انا في الليل ما شفتهمش وهاد الخطره طالعين في الليل عيا نيت اديكتور ضرني صغير شويه سبحان الله على نيتو دار ها هما حاشاكم الكلب هذا كان فماك وانا ما شفتوش ندير هكا ونشوف الكلب ينبح ونقلع واحد سبرينت تسمى نقول لك واحد 400 متر
سبرينت سبرينت طلعت في السور ديريكت غدا من ذاك رحمه طريني رحت لي لا ديكتور لا دولار ديريكت ما كملاش ما كملاش الحكايه كمل على بالو بلي خاف حاجه كمل الكلاب سما سي فورسا يعيد لي خلاص هلا الواحد لانيكدوت اني حابك تحكيها له سيلتبلي في بارك ماكسيمير راك عارف النهار اللي طلعت فيه هذه ما بحكاية حاشاكم كان كلب صغير ثاني كنا مع الدينامو بس كنا يا مول ماتش زعملوا اللوندما روح نديروا الديكراساج وين سطات تاعنا كان غابة ماكسيمير في ماك أنفاس سما روح نديروا فيها ريكوبيراسيون ولي جوار صحابي على بالهم بلي قالنا حاشاكم نخاف من الكلب حاشاك انا نجري بالعاني وخطره يدلي انا كنت حاسبهم يتمسخروا ما صابوا حاشاكم هذيك البيدون فماك جابوه لي حطوه لي هنا من رول وشوف الحاشاك ونطلع فوق الشجره قاعد على الله راه عندي فيديو بصح ما بريالكمش ما عرفتش كيف طلع ديك الشجره ولا ما عرفت حاشيت لاصق في الشجره هذه حكيت هذا بالعاني اللي يدلي في المشاكل هذا خليه يجبدوا لي في ال هلال حسنا اللي الغرفة جيت قاري ثانية بوزيسيون هكذا كي افطرت وعاود تخرج صليت وعاود تخرج نسيب الطونوبيل هكذا قلت انا سي با نورمال كيف انا جيت من البلاد كيف الطونوبيل تاعي رجعت هكا هذا توشاها واحد هو درك شادها هو توشاها بما نشوف الاخر انا كي هو تستاسيون تاع واحد قال لي عمي سوداني توشاو قال لي الطونوبيل توشاو كل قلت له لا هاو قال لي توشاو عاودي قلت له برك انا صباح الخير انا خسرت كاسيت على توشي عاودت نوضت طلعت من الباب قال لي انا ابي قلت له شكون قال لك توشي والله حاجه ما درت له قلت له معليش معليش وليدي مسكين هذا ابي هذا بابك ما قدرتش مسكين كان يخدم طاكسي ابي كان يخدم طاكسي والله ناكلو حنا قبل ما ياكل هو اي حاجه يديرها يجب ان احنا ناكلوها الاولى جامي ماكله وخلانا الحكايه اللي يحكي لي هذه كنت نسرق له الطوموبيل انا كان عندي طوموبيل هو كان يخدم طاكسي خطر ديتها له حكيتها له انا في الكوتي خفت باش نقول له ابي اني حكيت لك الطوموبيل قريتها لوتر كوتي باش ما يشوفهاش باسكو هو كان يجي للدار يفطر ويصلي ويرقد شويه ويروح يخدم سما دورتها له لوتر كوتي باش كيجي ما يشوفش بلي محروده هيا باسكو راح يخدم قالوا له الطوموبيل تاعك راهي محروده الحاج قال لهم اه وشكون او حكى الحكايه كي جيت من لونطريمون قال لي روح راه قال لي علما قلت لي زعما مسكين سلم عليا قال لي روح معليش حنين ابي غير هضر برك مسكين ما يدير والو السلام عليكم انا اخت هلال سوداني بغيت نوجه رساله من هذا المنبر عبر قناه الشروق رسالة حب وامتنان وشكر لأخي نقول له هلال شكرا بزاف على وقفتك معايا خاصة الوقفة الأخيرة في هذا الصيف يعني بفضل ربي سبحانه وبفضلك انتايا رجعت أنا للحياة شكرا هلال شكرا يا أخي شكرا يا أبي الثاني كما كل يوم نقولها لك نحن فخورين بك بزاف هلال ونحبك بزاف ونتمنى لك كل الأفضل معنا احنا ومع عائلتك الصغيرة ونتمنى لك كل السعادة يا رب ونقول لك هلال مقولة تايا دايما تأمن بها وتقولها نقول لك هلال never give up هلال شا تفكرك تاع الشيخ مختاري وهذاك التلميذ اللي كان يقرا معك هذيك لا كونكورونس شتفكرك
Il va être beaucoup final quand même. الله ابك راس على هذو زوج هنا قاعد معكم انا ابك كاش اللي في حياتي انا ابار هذو زوج كاش وخاوتي كاش كاش سما هذو كاش ندير لهم انا في حياتي كاع يمكن ما نرجع لهم شاكا هكذا مش نرجع لهم واش داروا فيا في حياتي اش داروا لي داروا لي بزاف صوالح في حياتي انا وما رجعوني راجل الحمد لله دارت الخير تاعهم يا صاحبي حاجه اخرى ما ني دراهم ني مال ني الحمد لله يا ربي كي تشوف انا الناس هذو اللي هضروا عليا الحمد لله هذاك واسي لو بليز امبورطون بور مو انا حاجه اخرى ما الحاجه وفي كان يقرا معايا واحد يعرف يكتب سما انا ما كنتش نعرف نكتب في ليكول كنت نجي للدار ما كنت تقتلني بالهروه قول لازم تعلم تكتب انا ما منعش نكتب انا هاي بالعقل ما نبغيش نكتب وخلاص يبقى على ذاك السيد تعلم نعرف نكتب خير منه بالكوراج قلت له دوك ما كانش عندي باك لون في برك انا تعبني كي ندير لونفي نديرها كي جاتني ديك لونفي باسكو ما كانت تبغيني نقرا بزاف ما كانتش تبغيني نلعب كانت تبغيني نقرا تما هي تشوف لي بدي ديتاي بار كونتر ابي انا كاملو يديني البالو يديني يجيبني زعما ما على بالوش هو مي هي كانت بلوس قرايه هي زعما على زي على جال هذا الشيء هذا كان باش تعلم نكتب زعما تعلم نكتب وخطره جات لي قلت لها ها راني نعرف نكتب خير من نظرو هاي قلت لي الحمد لله اللي نسيك بتاع بلهروة سكينة الحاجة خالي هلال كان نسقسيك سؤال في الدار في الدار كي نلعبوا البلايك وكي نرفعك شو الشعور تاعك انا بنيت اختي صغير ايوب يموت على البلاي ستيشن سمع على بالي بلي ماشي يلعب استغفر الله على بالي بلي يعرف يلعب انا خاطيني شويه مانيش بروفيسيونيل مي صافا ندمر شويه سما ما نبغيش نلعب له باسكو على بالي يكون لعب له يربحني نضربه بدبزه هذاك لازم ما لازمش تلعب معاه سما تلعب يبروفوكي كي سي ان بروفوكاتور سما غي تغلط اروح انت هذا اسمه ادم هذا ولي تامر خويا يهضر شويه عربيه تهضر عربيه بريتش عربسكي استا بريتش هاي يا دراري كروات ما يهضرش عربيه مسكين هاي اش تقول لي هو عنده اسئله ثاني تسقسيك عنده اسئله قال لك اي ماشي بي ثانيه نعم هاي بي ثاني كويتي نايت راجي جول نايت راجي جول لا لا هو سالني قال لي ما هو احسن هدف ليك ولا الهدف اللي احسن هدف ليا صراحه اللي سجلته مع دينامو زغرب ضد رياكا بالمقاسيه هذيك صراحه يبقى من احسن اهداف اللي سجلتهم انايا هو يبغي البالون بزاف هذا سما عنده هذا 500 بالون في الدار راك فاهم عنده 500 بالون كل ما زعما نقولك نجيب لك كي نجي نجيب لك يقول لي جيب لي بالون سما يبغي غير البالون هذا تبغي بالون ها كويتي نايدر تكوب ديسي هاي سخساني قال لي وين الكلوب ليكيب اللي تعجبك بزاف وين لعبت دينامو زغرب دينامو انا باين نسقسي كيما كنا في كرواتيا كنا نربحو كل ماتش على قلنا نزيدو بيت غير ما تربحنا كي خلي نشوف هكا يا ربحو فريق المنتخب الوطني ولا سجل اهداف نفرح هكا تجيني الافتخار في كاشق شخص قريب مني راهو في هذا المستوى هذا اخو الكبير هذا وليد اختي ثاني فارس مو فارس محمد هلال يعيطوا له هلال الله اللي يعيطوا له هلال فارس ايه كي كانوا يجوا عندي للدار في زغرب نلعبوا الماتش بيناتنا نلعبوه الشامبي ما يربحوني
ميم نكون خاسر مع ويلز نزيدو بيت نزيدو بيت لازم الماركينون باش كي نربح نقولو خلاص نحبسو الماتش درو تما سكاره فارس فارس شغل شغل وليدي فارس شغل الناس كاع حاسبين وليدي بقلت بلي شبه لي بزاف كي يكون نكون معاه يحسبو وليدي هو وليد اختي فارس ان شاء الله هو ثاني راه يلعب ان شاء الله هو ايوب ان شاء الله ربي يبارك لهم ان شاء الله وربي يوفقهم ان شاء الله في قرايتهم الاولى ومن بعد الا عنده موهبه ربي ينجحو ان شاء الله ان شاء الله نقول له هلال وليدي حنا نحبوك بزاف ماماك وابيك نبغوك نموت عليك انت حياتنا وكعشه مديت لنا وكعشه راك تمد لنا ان شاء الله ربي يعوضوا ولادو ان شاء الله يديروا له ما خير ما دارنا ونتمنى له ان شاء الله من ربي يخليه تاج فوق رسامه نقول له هلال خدم كونتينيو كيما راك الله يعطيك الصحه خدم وليدي وسعى وربي معك ما تسمعش للناس صح دائما تقول عليه صح سي لاسال تقول لي وليدي خدم وما تسمعش للناس سما سي بور سا اللي كبرت على هذه العقليه ما تسمعش للناس ما تسمعش للناس وي على فات كوط عندها الحق باسكو كي تسمع الناس ما دير والو في حياتك باسكو كنت بدا تسمع جامي ما تافونسي في حياتك ونعطي نصيحه من الان ما تسمعش حتى لواحد دير رايك شوف الراي تاعك هذاك اللي تعرف باللي يساعدك دير رايك باسكو كنت دير على الناس ما دير والو في حياتك باسكو الناس ماشي جاي يبغوك الناس ماذا بيهم يشوفوك فاشل ماذا بيك ما تشوف دير والو في حياتك باش دائما تبقى انت تحت بصح لا باش يحترموك لازم دير واش يقول لك راسك باش تنجح لازم تسمع حتى واحد تسمع لوالديك تسمع لخاوتك وتسمع تعرف الناس لونتوراج تاعك اللي تعرفو اللي دير فيه كونفيونس سي سور ما يبرخوكش مي الهضره اي هضره بهضره باش تسمع برك تسمع حتى لواحد باسكو على فان كونت كي تكون مريض ولا تكون ما عندكش شي تاكل ما كاينش اللي يجي يطبطب عليك يقول لك خصك هذه خصك هذه بصح الناس كيسيبوك طايح مالوريزمون يجيو يعفسوا عليك هذه هي مالوريزمون سي لا فيريتي هذه مي كي يشوفوك ناجح لازم يحطموك مي كي يشوفوك طايح يزيدوا يطيحوك مي شا يدير وما دير انت شي يقول لك راسك بقى لا فين كوت الا نجحت فرح والا ما نجحش قالوا لي انا حاولت ما سمعتش هضره الناس ما تبقاش عندك في حياتك تبقى لك حاجه شغل حاجه في راسك تقول كوغي درت واش قال لي راسي يا لو كان معليش سي با زين هذا الانسان واش الانسان راه بشر يغلط يخطئ يصيب يخطئ يصيب بصح معليش كي تكون انت درت واش قال لك راسك ميم تغلط وما تقول بلي صح انا غلط المره الجايه ما نعاودش ندير لا ميم ايرور تنجح سي يقعد لو ماكسيموم في النجاح تاعك طيح خويا طيح عاود نوض طيح عاود نوض مي او موا على فان تكون فرحان وما درت واش يقول لك راسك انا هذه النصيحه اللي نقدر نعطيها لاي واحد صراحة نشكركم الإخوة بودي صراحة كانت كاين بزاف لي زيمونسيون اليوم أول مرة نبكي في حياتي في بلاطو كيما هكذا خويا والله أول مرة جامي ما شافوني الناس نبكي الله غالب دخلتوا لي في الله غالب دخلتوا لي في البوان فابل تاعي كيشوف ولدي أنا هذاك البوان فابل تاعي باغي كيشوف باسكو الناس ما على بالهمش حاسبينك طلعت أنت هكذا زهرك شايف ما على بالهمش واش فوت على بالهمش واش الضغوطات اللي فوتهم في حياتك على بالهمش كيف كنت عايش على بالهمش واش المراحل اللي فوتهم اون فات شكون يكون يعرف ابار اللي يكون والديك سي سور لي بريمي وخاوتك مي الحمد لله نشكر كاع الناس اللي ساهموا في انجاح هذا الريبورتاج من الاول للاخير نقول مبارك الله فيكم الشهاده تاعكم تكفيني راني كما يقول لك فير اللي شفت كاع الشهاده تاع الناس الحمد لله كما يقول لك الواحد امه يعرف باللي كلمه شكرا هذه سي الف من احسن من اي حاجه في الدنيا هذه كي الناس اللي يقدروك ويقدروا العمل اللي قمت به طول مسيرتك الكرويه الحمد لله انا هذه هي سي لو بليز امبورطون بور موا التقدير والاحتراف